طيب كابتن محمد، خليني برضو يعني يمكن نفس سؤال شمس، عايزة أعرف أنت عندك كام سنة وبتدرس إيه؟ 18 سنة بدرس طب بشري، أوكي، كلية طب بشري سنة أولى. سنة أولى. سنة أولى. طيب أنت كلية طب بشري ده أكيد مرحلة صعبة جدا، وأكيد علشان توفق ما بينها وما بين الرياضة بيبقى عندك تشالنج كبيرة قوي، فعايزة أعرف إزاي بتوفق ما بينهم. هو بصراحة ده أكبر تشالنج بالنسبة لي يعني، وأنا بتمرن بالليل أغلب الأوقات يعني، والصبح بروح الجامعة، ويعني الوقت بيبقى ضيق شوية، فبحاول يعني أوفق كده وأعمل جدول، فالدنيا بتمشي يعني في الآخر الحمد انت لله. بقالك كام سنة بتلعب جمباز؟ أنا 14 سنة مثلا. اوكي، طيب انت يعني اي حد بيكون في مجال الرياضة وبيبقى عايز يحقق بطولات كتير ما بيبقاش عايز يختار ابدا كلية صعبة، فايه اللي خلاك بقى يعني تعمل التشالنج ده ما بين انك انت تختار حاجة صعبة كده جدا في نفس الوقت اللي انت عايز تحقق فيه بطولات كتير؟ انا مقتنع بصراحة ان يعني الدراسة بتبقى الاولوية بالنسبة لي، بس بعد كده يعني وانا بمارس الجمباز يعني اكتشفت ان عادي يعني ممكن اوفق بين حاجتين، والدنيا بتمشي في الاخر يعني الحمد لله.